السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أول فيديو هذا في القناة ديالنا غادي نخدمو على لي ليميت. ألور كونسيرنون لي ليميت سي أن كور تري امبورطون حيت تابعنا في الكونتينويتي ديريفابيليتي لي تيب فونكسيون. تقريبا هو من أهم الدروس في سنة البكالوريا إلا مكانش هو الأهم. إن شاء الله نخدمو هاد السيري هادي. قبل ما نخدمو غادي ندير واحد الغابيل باللي فورم انديتيرميني. الوغ اون فا اكريي ان تيتر لي ليميت. كونسيرنون لي فورم انديتيرميني عندنا بزاف، ولكن بالنسبه للسنه ديال البكالوريا غادي نحتاجو غير اربعه، وحده ان شاء الله غادي تتسد حتى الدوره الثانيه. الو عندنا لانفيني على لانفيني سوا بلوس موا، عندنا زيرو على زيرو، عندنا زيرو فوا لانفيني، وعندنا بلوس لانفيني موان لانفيني. هادو لي فورم انديتيرميني. بالنسبه لي ليميت اللي نسى عليهم يعني راه عادي جدا، كتعوض في ليميت بحال اللي كتعوض في ليماج باش كتحسب ليماج ديال شي فونكسيون. الا خرج ليك داكشي راه مزيان، الا خرجت ليك شي وحده من هادو يعني راه خاصك دير شي تغييرات على ديك لا ليميت باش تخرج ليك. كاينين حتى واحد القواعد اخرى مهمه كنصادفهم حتى هما في لي ليميت كونسيرنون لا فالور ابسولي. La valeur absolue. La valeur absolue de x adna جوج حالات. إلا كنا كنحسبو في بليس لانفيني لا فالور ابسولي ديال x هي x، إلا كنا كنحسبو في موان لانفيني اون دوا ملتيبليي بار موان هي موان إكس. عندنا الغاسين ديال إكس كاري هي الفالور أبسولو ديال إكس. لا ميم شوز سوا موان سوا بلوس، سي كنحسبو عند بلوس لانفيني غناخدو إكس، سي كنحسبو عند موان لانفيني غناخدو موان إكس. عندنا واحد القواعد أخرى، si on a un nombre par exemple b sur l'infini هذه راه ماشي فورم انديتيرميني، هذه زيرو سوا بلس او موان. si on a l'infini plus ou moins sur un nombre b c'est plus ou moins l'infini. si on a un nombre sur 0 plus c'est plus l'infini. si on a un nombre sur 0 moins c'est moins l'infini. concernant 0 plus ou moins, si on a 0 carré c'est 0 plus, ou si on a la racine carrée de 0 c'est 0 plus. La racine carrée de plus l'infini, alors ce n'est pas une écriture mathématique, seulement pour que nous comprenions, il y a plus l'infini. La valeur absolue de 0, c'est 0 plus. Alors, quand on a donné les règles que nous avons besoin, Inch'Allah, pour que nous comprenions. Pour que nous comprenions, Inch'Allah, nous allons faire un petit tâcheur sur les règles de limite trigonométrique. عندنا خمسة تقريبا، واحد لي ليميت خاصنا نحفظوهم.
limite de x tend vers 0 de sinus x sur x. L'inverse, la même chose. Limite x tend vers 0 de tangente x sur x, c'est 1. La limite de x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré, c'est 1 demi. هادو يتحفظوا هادو البرهان ديالهم عن طريق لي نوف ديريفي حتى للدرس الثاني ان شاء الله ديال الديريفاسيون نروح عليهم ان شاء الله في السير ديالنا. بداو اول ليميت عندنا لا ليميت الاكس طون فيغ زيرو ديال سينيس 2x سير 3x. Alors, c'est très simple. Limite x tend vers 0. غادي نضربو في 2x ونقسمو عليها بحال ما درنا حتى حاجة. نضربو فيها غادي نقسمو عليها. وهذه غادي نجروها هنا. A sur B هي 1 sur B fois A. بالنسبة للناس اللي نساو على هذه. الو هنا غادي نديرو ان شونجمون دو فاريابل. بالنسبه للناس اللي كيسمعوا شونجمون دو فاريابل كيخلعهم راه شي حاجه على ميم شوز. هنا غادي نشوفو هاد العجب هذا فين كيمشي. 2 فوا اكس هنا اكس نعوضها بزيرو هذه غتمشي لزيرو. نقدروا نديرو اون بوز 2 اكس ايغالا بلانكو دي شو كده ما علينا 2x égale t tend vers 0 la limite c'est sous l'aide non limite t tend vers 0 sinus t sur t fois 2 sur 3 هنا غنختز لو x مع x. الو هذه قاعدة عندنا sinus t sur t هي 1 fois 2 sur 3 هي 2 sur 3. alors هاد ليميت كتساوي 2 على 3. ندوزو لليميت الثانية ليميت x tend vers 0 tangent 2x sur sinus 6x même principe. هنا خاصنا 2x باش ندير واحد شونجمون دو فاريابل وهنا خاصنا 6x. كما قلت لكم قبيله راه لا ليميت ديال سينوس تي على تي لا ميم شوز كو تي سور سينوس تي راه عطينا واحد حيت الانفيرس ديال واحد هو واحد. هنا هادي غتساوي لا ليميت دو اكس طون فيغ زيرو طونجون 2x ما يتكتبنيش البلاصة هنا واقيلا sur 2x غادي نكمل هنايا fois 6x sur sinus x وغادي نضربو هنا في 2x ونقسمو على 6x بحال ما درنا حتى حاجه. هذا غيمشي مع خوه هاد لا ليميت تمشي لواحد لدرنا شونجمون دو فاريابل نفس البرينسيپ بلا ما نعاودوه. هنا باردون ستة هنا لا ميم شوز تي لواحد يعني واحد في واحد في جوج على ستة. لا ليميت تعطينا جوج على ستة. ندوزو لليميت الأخرى ليميت إكس طوند فيغ زيرو sinus x
moins sinus x fois cosinus x. Là, x ou 3. Alors, on va faire une factorisation de sinus x. Je vais faire une factorisation de cosinus x. On va faire une factorisation de cosinus x. Sinus x tend vers 0. Sinus x facteur 1 moins cosinus x. Alors, x ou 3. Il y a la limite de x tend vers 0 de sinus x à la x fois 1 moins cosinus x sur x carré. La limite ici, la limite ici, je joue un petit chiffre 1, il y a la limite reste 1. Alors, on doit jouer la limite 1. La limite de x tend vers 0 sinus 2x sur x carré plus 2x. Alors, on factorise x le test. X tend vers 0 sinus 2x la x facteur x plus 2. C'est la limite de x tend vers 0 de sinus 2x à la x fois 1 sur x plus 2. الوغ هنا تخصنا واحد جوج، غنضربو في جوج ونقسمو على جوج بحال مدرنا شي حاجة. هادي غتمشي لواحد فوا جوج هي جوج، هنا هادي زيرو واحد على جوج كتساوي جوج في واحد على جوج كتساوي واحد، من هاد لاليميت كتساوي واحد. ليميت إكس تنفر 0 1 moins cosinus x à la 4x carré. Alors, on dit c'est le bzaf, on va faire un petit peu de temps. On va faire un petit peu de temps. Limite x tend vers 0 1 moins cosinus x à la x carré fois 1 sur 4. On va dire que 1 demi. وهذه الـ 1 سير 4 هي 1 سير 8. هنا باردون واحد الغلط درنا غير طويلة، هذه راه واحد على جوج بحال هنا تعطينا واحد على جوج ماشي واحد، هذه واحد وهذه واحد على جوج. الوغ ندوزو لليميت أخرى، ليميت دو إكس طونفير، شحال وصلنا من دقيقة دابا، باقي الحال، ليميت إكس طونفير زيرو، راسين إكس بلس أن موانز أن، سيغ سينوس إكس. ألوغ هنا غادي نستعملو الكونجيكي، غدا نعوضو نشوفو، زيرو واحد ناقص واحد سينوس زيرو. يعني فورم انديتيرمين زيرو على زيرو. الوغ كونجيكي ديال راسين اكس بلس ان موانز ان هو راسين اكس بلس ان بلس ان، نضربو فيه ونقسمو عليه، سينوس x فوا غاسين x بلس 1 بلس 1. ألوغ هادي a بلس b فوا a موان b، هي a كاري
موان بي كاري تساوي لا ليميت دو اكس تنفير زيرو الغاسي مع الكاري غادي يمشي غتبقى هي اكس بلس ان موان ز على سينوس اكس فوا راسين اكس بلس ان بلس ان الواحد يمشي مع اخوه ونفرقوا عليهم هاد الاعجاب هذا غتولي هي لا ليميت دو اكس تنفير زيرو دو اكس سير سين اكس فوا ان سير راسين اكس بلس ان بلس ان الوغ غادي غتمشي لواحد وهذه زيرو واحد جوج هي واحد على جوج بالضبط اللي ميت اخرى ليميت دو اكس تنفير زيرو de 1 moins cosinus à la puissance 3 de x sur x fois sinus x fois cosinus x. Alors, on a dit que nous avons fait l'identité remarquable. Nous avons fait le 1 plus 3, plus cosinus plus 3. A plus 3, plus b plus 3. Nous avons un rappel que c'est oui. A moins b. Facteur a carré plus ab plus b carré. On a de la limite, ça va être oui, limite x tend vers 0. On a quelque chose de nichant, on a quelque chose de nichant, on a quelque chose de forme indéterminée. قبل طبيعة الحال قبل ما تحسب اي ليميت غادي تعاود بعدا وتشوف واش كتعطيك فورم انديتيرميني ولا لا سينون خرجت نيشان راه ما كاينش تقدر دير هاد العدد هذا ان موان كوسينوس اكس فاكتور ان كاري ان بلس ان كوسينوس هي كوسينوس بلس كوسينوس كاري دو اكس استغفر الله على اكس في سينوس اكس في كوسينوس اكس تساوي لو ليميت دو اكس تنفير زيرو دو ان موان كوسينوس اكس الوغ هنا ندير واحد الفكرة غادي نملتيبليو في اكس باش تخرج لينا هادي بوحدها قاعدة ديال ان موان كوسينوس على كوسينوس كاري غادي نملتيبليو فيها ونقسمو عليها باش نعطيوها لهاد السينوس هنايا تجي بحال هكا اكس كاري فوا اكس على سينوس اكس فوا ان بلس كوسينوس اكس بلس كوسينوس او كاري دو اكس على كوسينوس اكس الوغ هادي راه محسوبة راه ماشي فورم انديتيرميني كوسينوس زيرو هي واحد هذيك تعطينا ان دومي هذيك تعطينا واحد واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة على واحد هي ثلاثة يا سيدي ثلاثة على جوج هاد لا ليميت كتساوي ثلاثة على جوج ندوز لليميت أخرى ليميت إكس تنفير زيرو سينوس x plus sinus 2x plus sinus 3x هادشي كامل على sinus 4x plus sinus 5x plus sinus 6x الوغ الفكرة اللي غنديرو هنا هي غادي نقسمو هادي على اكس ونقسمو هادي على اكس بحال ما درنا حتى حاجة
اعلى بي راه نقدروا نديروها مثلا اعلى تي سي ربي على تي بحال ما درنا والو كتساوي لا ليميت دو و باش ننقص لي طاب لما نبقاو نطولوا في هادشي ا بلس بي على سي راه هي ا على سي بلس بي على سي باش ننقص هاد لي طاب هادي بحال دابا غنقسم على اكس وغادي نقسم هاد الاجابه حتى هو غتعطينا سينيس اكس على اكس بلس سينيس 2 اكس على اكس بلس سينيس 3 اكس على اكس نفس الحاجه غير خاصني نتعلم باش ما نتعطلوش انا رانا باردون سي ست حسنين سينيس 4 اكس على x plus sinus 5x على x plus sinus 6x على x الوغ الفكرة اللي عندي هنا نضربو في جوج ونقسمو على جوج نضربو في ثلاثة ونقسمو على ثلاثة نضربو في ربعة ونقسمو على ربعة نضربو في خمسة ونقسمو على خمسة نضربو في ستة ونقسمو على ستة باش نحصلو على هاديك الفورم ديالنا هنا ربعة في ربعة هنا خمسة خمسة ستة ستة هنا هذه ديجا هي هذيك جوج جوج ثلاثة ثلاثة أنا هاد العجب كيعطينا واحد زائد هادي واحد فهادي جوج زائد هادي واحد فهادي ثلاثة على واحد في ربعة واحد في خمسة واحد في ستة خمسة ستة على خمستاش ستة على خمستاش هي جوج على خمسة هذا الريزلت فينال ديال لا ليميت